شوف الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان تقف اليوم في هذه الوقفة التي جاءت احتفاء باليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى 75. نقف اليوم في هذه الوقفة وكلنا ألم على ما عرفه الحقل الحقوقي في المغرب من استهداف ممنهج للأسف. نقف اليوم وقطاع التعليم في بلادنا يعيش أزمة لا مثيل في التاريخ المغربي، وهذا يجعلنا نؤكد على أن الحق في التعليم باعتبار أحد الحقوق الأساسية التي أعلن عنها جاءت في الإعلان عن حقوق الإنسان، الآن نعيش خرقا صافرا لهذا الحق، الحق في التعليم من خلال وضع التعليم العمومي في هذا البلد
في المأزق الذي نعيشه، ونحن نحتفل بهذا اليوم، نسجل تراجع السلطات المغربية عن الخدمات الصحية، وهو حق مقدس أعلن عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونحن نقف اليوم في هذه الوقفة نسجل بكل امتعاد على المستوى الدولي ما تعيشه القضية الفلسطينية وما يعيشه قطاع غزة من عدوان سافر من الكيان الصهيوني. نعيش للأسف الشديد، نحن نحتفل بهذا اليوم، والمنظومة الغربية تتضامن مع الكيان الصهيوني في استهداف أهل غزة وأهل فلسطين بصفة عامة، في حين أن المنتظم العربي للأسف الشديد لا موقف له، متخاذل للقضية. إذن ونحن نعلن ونحن نعيش هذا اليوم، نعلن للرأي العام إدانتنا للاستهداف للحق في التعليم وللحق في الصحة وللحق في التعبير من خلال اعتقال مجموعة من الصحفيين ومجموعة من عبروا عن آرائهم. ونتمنى ونحن نحتفل في السنة المقبلة أن نجد هذا البلد وقد تجاوز هذه المحنة، محنة استهداف الحقوق والحرية في هذا البلد. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نقف اليوم في هذه الوقفة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع من أجل، وهي التي تتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، من أجل إيصال رسالة إلى المنتظم الدولي فيما يرتبط بالقضية الفلسطينية، وهي تتزامن هذه الوقفة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. هذه مأساة تقع اليوم في فلسطين في غزة، شعب يباد، لا يمكن أن يقف العالم وهو المتبجح بحقوق الإنسان أن يقف متفرجا أمام هذه المآسي وأمام هذه الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة الأبية. يتزامن اليوم أيضا ودعوة مجموعة من الإطارات الحقوقية، وهي حاضرة في إطار هذا اليوم الذي دعت إليه الجبهة. دعت هذه الإطارات إلى المطالبة اليوم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية لهذا الشعب المقهور. هناك معتقلون سياسيون، هناك غلاء، هناك إشكال في المدرسة العمومية وإشكال في التعليم عموما، هناك عدد من الإكراهات ومن الإشكاليات ومن الأمور التي يعيشها المجتمع المغربي. لذلك فنغتنم اليوم أيضا لنقول لكل من يحكم هذا البلد أنه لا يمكن أبدا أن نستمر في هذا الوضع المأساوي فيما يرتبط بالتعليم. لا يجب على من يمسك بزمام الأمور في هذا البلد أن يفك أو أن يحل مشكلة التعليم، طبعا برد الاعتبار للأستاذ وللموظف العمومي، وأيضا برد الاعتبار لمستوى التعليم ولأبناء الشعب. لا يمكن أبدا أن نترك أبناء الشعب اليوم يعيشون معاناة شهران ونيف من الإضراب. لا بد أن يسمع المسؤولون ويستمع لمطالب الشغيلة التعليمية. وأيضا نغتنم هذه الفرصة لنقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيما يحاك لهذا الشعب الفقير، هذا الشعب المغلوب على أمره. هناك عطالة، هناك بطالة، ويزيد على العطالة والبطالة مستوى الغلاء الذي وصل إليه كل المواد الأولية. لذلك لا يمكن للدولة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث الآن وأمام هذا الغلاء. لا بد من التدخل من أجل إنقاذ الوضعية الاقتصادية لهذا الشعب المغربي الأبي. وأيضا مناسبة في هذه الوقفة لنطالب مجددا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين
وعلى رأسهم سليمان الرسوني وعمر راضي وأيضا توفيق بوعشرين ومعتقلي حراك الريف. لا يمكن أبدا أن نبني وطنا قويا ومستقبلا لمغرب قوي بالمقاربة الأمنية الصرفة. لا بد أن يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتصفية الأجواء السياسية من أجل الحديث عن أي انتقال وعن أي مستقبل لهذا البلد. تحية.